السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل مع بعض باقي طرق الايدنتيفيكيشن لباقي حيوانات المزرعة، واستمرارا لموضوعنا الانيمال ايدنتيفيكيشن. طيب تعالوا النهاردة مع بعض نشوف، هناخد باقي الانيمال سبيشيز، هناخد الايدنتيفيكيشن اوف كاتل، هناخد الايدنتيفيكيشن اوف شيب، هناخد الايدنتيفيكيشن اوف بولتري، الايدنتيفيكيشن اوف دوجز اند كاتس. تعالوا نبدأ مع بعض بالIdentification of cattle. إيه الطرق اللي بنستخدمها لتعريف الأبقار داخل المزرعة أو داخل القطيع؟ الحقيقة أي بقرة في الدنيا وأي مودرن كاتل فارم بنيجي نبص نلاقيها بتعمل سيرتيفيكت للحيوانات اللي موجودة في المزرعة. فالسيرتيفيكت دي أو الشهادة دي بيكون فيها زي ما احنا شايفين الانيمال نيم والديت اوف بيرث والساير نيم والدام نيم، لو الساير له نمبر والدام ليها نمبر، لو في عندي اي هيلث ريكورد، اي الديت والديسكريبشن بتاع البروبلم والكوست بتاعتها، كل شيء خاص، والبريدنج ريكورد لو حصل تزاوج او حصل ولاده، كل شيء خاص بالحيوان. ولذلك ده اساسي داخل المزارع ان احنا نعمل ايدنتيفيكيشن تو ذا ايه تو ذا انيمال. فالسيرتيفيكت بتاع الحيوان دي بيكون فيها النيم السبيشيز البريد والسكس والايج. ولذلك نيجي بقى لثلاث نقط مهمين جدا بيكونوا مذكورين داخل الشهاده. على سبيل المثال النمبر، لو جينا بصينا هنا نلاقي الاير تاج نمبر او التاتوينج نمبر، ده مهم جدا. وفي بعض السيرتيفيكت وبعض الشهادات بيكون فيها الكالر اوف ذا انيمال اند ماركس. طيب تعالوا، الحاجات دي مسلم بيها وسهل جدا الحصول عليها. احنا عايزين النهارده مع بعض نعرف ازاي بنعمل النمبر بتاع الكاو او الكالر بتاع الكاو او الماركس بتاعت الكاو. اولا بالنسبه للنمبر اوف كاو، علشان نعمل نمبرنج تو ذا انيمال في عندنا الحقيقه اربع طرق مهمه جدا. اول حاجه البراندنج او الفايرنج براندنج او الفاير براندنج او الفريز براندنج، ايا كانت الوسيله، المهم البراندنج، ان انا هعمل براندنج على جسم الحيوان، او اعمل تاتوينج، هحفر على حته في جسم الحيوان، او التاجنج، ان انا اركب له اير تاجز، او اخيرا وحديثا عملوا الكترونيك اي دي للانيمالز. اي دي الكترونيك بيركب في الحيوان زي المايكروشيبس او الالكترونيك اير تاجز، بتبقى راكبه في قلب الحيوان ومجرد ببار كود ريدر اقرا بيها النمبر بتاع الحيوان. الحقيقه لو جينا مع بعض نبص على الفايرنج او البراندنج اوف ذا انيمال، ما بنيجي نعمله على الحيوان يا اما بنعمله على التشيكس اوف ذا انيمال، او بنعمله على الشولدر، او بنعمله على الايه، على الكوارتر اوف ذا انيمال. وفي عندنا عده طرق. في عندنا اول حاجه الهوت ايرن براندنج، زي ما قلنا قبل كده في الهورس، عباره عن بار اوف ايرن لرقم معين مع لتر معين او حرف معين بيكون بيدل على مثلا اول حرف من الاونر بتاع الحيوانات او اول حرف من اسم المزرعه مع رقم الحيوان، ونسخنه لدرجه الاحمرار، ونيجي على الشولدر او على الهايند كوارتر بتاع الحيوان ونيجي نعمل ايه الهوت ايرن براندنج. طبعا النقطه دي اجينست الولفير بتاعت الانيمال، خاصه لو انت عملته والحيوان مش تحت التخدير، احيانا بيعملوه الحيوان صاحي وبيحس بالالم، ولذلك بداوا يطوروا من طرق هيومين وطرق انسانيه اكتر للبراندنج بتاع بتاع الحيوان. ولذلك وصلوا للفريز براندنج زي ما ذكرنا قبل كده في الهورس، والفريز براندنج بيبقى الرقمين اهم بتوع الحيوان وبيبردوهم لدرجه ماينس 70، ماينس 70، بيوصلوا من الموضوع ده بالدراي ايس او بالليكويد نيتروجين، ويبردوا المكان ده، وبعد كده يعملوا تاتشنج للسكن فور 27 سكند، ويسيبوا المكان ده على المكان خالي من الشعر لمده نص دقيقه تقريبا، بيعمل كيلنج للبصيلات بتاعه الشعر وللبيجمنتس اللي موجوده في قلب المكان، وبعد ثلاث اسابيع بيجي ينتج الشعر ينمو مره ثانيه، فبيطلع الهير ايه لونه وايت، ويفضل المكان ده بيرمننت برقم الحيوان مدى الحياه. ده الفريز براندنج. يبقى انا اخدت
النمبرنج اوف ذا انيمال بنعمله يا اما بالهوت ايرن براند يا اما بالفريز براند، وقلنا بالمكان بيبقى عاملينه يا اما على التشيكس يا اما على الشولدر يا اما على الايه الكوارتر اوف ذا انيمال. ده المنظر بتاعه اهو معمول على الباتوكس بتاع الحيوان، وكل رقم على فكرة بيكون له مدلول معين على الحيوان، وبيكون بالمزرعة طبعا ليها ايه، ليها عندها الكي بتاعة الارقام، يعني ده 51 على 53، ده 3 على 94، كل كي بيبقى موجود عند المزرعة وله مدلول معين في سجلات المزرعة. الايتم الثاني فور نمبرنج، لو انا عايز اعمل نمبرنج للحيوان هعمله بالبراندنج او هعمله بالتاتوينج. والتاتوينج هنا بعمله في الكافز اليانج كافز، وممكن نعمله على الجم اوف ذا انيمال، على اللثه بتاع الحيوان، او على الانر اسبكت اوف ذا اير. وبنفس الطريقه اللي ذكرناها في الهورس بنجيب تاتوينج ماشين ونعمل سوكنج للتاتوينج نمبر في قلب الانك اللي بيبقى لونه ازرق او لونه اسود، وبعد كده اعمل ايه هولدنج التاتونج ماشين وتاتونج نمبر على المنطقه الخاليه من الشعر، فبيحقن عندنا الانك او الحبر بتاع التاتونج داخل الايه الطبقات الجلد، وبيصبغ المكان بصبغات الانك ويفضل مدى الحياه في جسم الحيوان النمبر بتاعه. الطريقه الثالثه والمشهوره جدا وهي التاجنج. التاجنج ده مودرن ميثود، والتاجنج يا اما ممكن نلاقيها عندنا اير تاج بالمنظر ده بتكون من البلاستيك، وفي بعض الاحيان بيكون اير تاج فروم الومنيوم، والمكان بتاعها دايما بيكون في الاير. الالومنيوم اير تاج او البلاستيك اير تاج بتكون كارينج للنمبر بتاع الانيمال بيبقى موجود عليها، وبيكون برضو الميزه الاضافيه اللي موجوده في الاير تاج ان هي بتبقى لايت، بتبقى خفيفه جدا على ودن الحيوان، و ايزلي تو ريموفد، لو انت عايز تشيلها ممكن سهله جدا ان انت تخلعها وتشيلها. هي بتعمل ثقب في ودن الحيوان وبتكون راكبه بطريقه معينه هنوريها ليكم دلوقتي، ولكن هي تعتبر من ارخص واسهل طرق بتاعه النمبرنج في الكاتل. اهو عندنا الاير تاجنج ماشين بالمنظر ده، بيبقى في يونت اللي هي الاير تاج اللي بيبقى مكتوب عليها الكونتري كود، مكتوب هو ان الكونتري يو كي، الهيرد مارك دي علامه الهيرد رقم 6666، الانديفيدوال نمبر بتاع الايه بتاع الحيوان، وفي عندنا التشيك ديجيت، كل مجموعه حيوانات بيبقوا واخدين رقم، دي مجموعه 5 وده رقم الحيوان، رقم الحيوان 00046، ده العلامه اللي موجوده داخل اليارد. بيجي على الاير تاجنج ماشين ويجي على الحيوان ويقوم جاي عامل هولدنج للتو يونتس مع بعض ويعمل بريشر، فيقوم عامل بيرفوريشن للاير بتاعه الانيمال وداخل التو يونتس اوف اير تاج في قلب بعض وتفضل ثابته في ودن الحيوان. وعندنا الالومنيوم اير تاج بالمنظر ده برضو بتركب كده، والنقط الجزء ده بيبقى شارب بيعمل بورفريشن للكارتليج بتاعه الاير، وبنقوم بيقوم داخل فيه عامل ايه داخل في قلب الايه السوكت الثاني الطرف الثاني، وتفضل راكبه في ودن الحيوان. وزي ما انتم شايفين دي رقم 46 رقم 47 وهكذا على حسب النمبرنج بتاع الاير تاجز اللي احنا بنركبها في المزرعه. لو بصينا للتو فيوز اللي قدامنا، الصورتين او الشكلين اللي قدامنا، دي اير تاج ودي اير تاج، الفرق ما بينهم في السيتويشن اوف ايه اوف ذا اير تاج. هنا البوينتد اند اوف ذا اير تاج هولدر ناحيه اوت وورد، طالعه لي من الودن من الناحيه دي، المفروض الطبيعي تكون اوت وورد على ظهر الودن من ورا، بحيث تكون بعيدة عن الشكل بتاعها خارج ايه يعني المنظر بتاعها يكون بالمنظر ايه بالمنظر ده عندنا، ده يكون هو الايه هو الافضل مظهريا، وفي نفس الوقت دي ما تأذيش الايه ما تأذيش الحيوان لانها بتبقى بوينتد ومدوب مدببة، فممكن في حركة ودان الحيوان اثناء حركة الودان عايز يشيل اي انسكتس او اي حاجة عاملة له اريتيشن ممكن البوينتد اند تيجي في عين الحيوان او تأذي الايه الحيوان. اخر حاجه عندنا في النمبرنج وهي الالكترونيك ديفايس او الالكترونيك اي دي، دي بتبقى شفره موجوده
بتبقى عليها زي الشرايح الذكية، أحيانا بنركبها تحت السكن بتاع النك، بتتحقن بمحقن معين كده بثقب صغير وتقوم داخلة تحت جلد الرقبة وتفضل بيرمننت في قلب الحيوان إلى أن يتم التخلص من الحيوان أو أن يموت. وفي بعض الأحيان بيكون الالكترونيك اي دي بتكون ميتال بالمنظر اللي احنا شايفينه امامنا ده في ودن الحيوان، ونقدر ان احنا نستخدم ريدر اي دي او بيسموه الكترونيك ريدر. الالكترونيك ريدر ده بيقرا لي الكود اللي موجود داخل الشفره اللي في جسم الحيوان او اللي راكبه في ودن الحيوان، ودي اصلا بيكون كمبيوترايزد، شغل كمبيوتر كله سوفت وير، فبقدر اقراها زي الباركود اللي موجود على السلع الغذائيه، ومجرد ما بتحط الباركود ريدر عليه يقرا لك الكود بتاع السلعه. هو كذلك نفس القصه، ده عباره عن كود داخل الشريحه دي، وفي عندنا باركود ريدر يقرا لك الشريحه ويسجل لك رقم الحيوان ويطلع لك رقمه كقرايه فوريه في الحال. ده احدث حاجه موجوده اللي هي من نفس الفكره بتاعت المايكرو شيبس او الالكترونيك اي دي في المزارع بتاعت الديري، ولكنها طبعا مكلفه جدا وغاليه الثمن، ولذلك الكل بيلجأ للاير تاج، بتكون تشيب وبتكون افيلابل وسهله جدا. الحاجه اللي عندنا القبل الاخيره في الكاتل وهي الكالر اوف كاتل، انت لازم تدون لون الحيوان، واحنا عندنا الحقيقه اللون هنا مش هنبذل فيه مجهود كبير. انت عندك الحيوان يا اما اوف يلو كولر، ده يلو كولر انيمال، يا اما ريد اورون بودي كاو، او بلاك كاو، او وايت كاو، او وايت كاو. طيب لو هي عندنا بلاك كولر مي بي كارد اي تو سام باتشز، فبكتب ان هي بلاك كولر اوف وايت باتشز. كذلك لو انا عندي يلو كولر، يلو كولر ويز وايت باتشز. فالمهم ان انا احدد اللون الاساسي لجسم الحيوان يلو ريد بلاك اور وايت، واكتب لون الحيوان داخل الايه الشهاده بتاعه التسجيل بتاع الحيوان داخل المزرعه. ده المين اهو، ده الريد كولر، ممكن ده الرون كولر، ممكن ده عندنا الوايت كولر، وهكذا، واسجل الحيوان باللون الاساسي اللي انا شايفه. اخر حاجه عندنا وهي الماركس، والماركس عندنا ابص على الهيد اوف ذا انيمال والفيس، لو لقيت في عند الحيوان ستار اقول سمول ستار، لو لقيت ستار كبيره اقول ده لارج سايز ستار موجوده على الفور هيد اوف ذا انيمال. وابص برضو على المافل اوف ذا انيمال، لو المافل لقيتها اوف بينك كولر اكتب بينك كولر مافل، بينك كولر مافل اللي هي الابر ليب، لو لقيتها جراي ستيل اكتب جراي ستيل، لو لقيتها جراي بلاك اكتب جراي بلاك مافل، ودون لون المافل بتاع الحيوان. يبقى انا كده قدرت اوصل للكوركت ميثود فور ايدنتيفيكيشن اوف ديري كاو، اقدر ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن للانيمال ثرو النمبرنج، والنمبرنج ده ممكن يكون بالهوت اير براندنج او الفريز براندنج، ممكن يكون بالتاتوينج، ممكن يكون بالاير تاج، ممكن يكون بالالكترونيك اي دي. طيب خلصت النمبرنج اوف ذا انيمال، ابص على المارك الكالر اوف ذا انيمال واشوف اذا كان يلو ريد وايت اور بلاك، واخر حاجه ابص عليها الماركس اوف ذا اي اوف ذا انيمال. بكده نكون خلصنا الميثود اوف ايدنتيفيكيشن اوف ديري كاو. اخيرا معلش دي نسيتها، وهي الهورنز، احيانا بيوصفوا القرون، يكتبوا القرون تبع الماركس اللي موجوده في جسم الحيوان، ودي نقطه مهمه ان انا ابص على الهورنز هي ستريتشد هورن ولا كلوزد هورن، يعني قرون ستريتشد وبريبنديكولار على جسم او على راس الحيوان، ولا كلوزد هورن وكيرفت حوالين الهيد بتاع الحيوان، او ممكن تكون راوند هورن ونازله لتحت تحت الايه التشيكس بتاعه الحيوان، او ممكن تكون جزال هورن شكل الايه قرون الغزال ويكون upward و parallel to each other. نفس الشيء هذا عندنا دي الجزال هورن parallel to each other، ممكن دي عندي round horns، ممكن عندي تكون perpendicular وتكون عمودية شوية طالعة كده perpendicular على رأس الحيوان، ممكن تكون نازلة لتحت وعاملة close حوالين الهيد بتاع الحيوان فنسميها closed horn.
فده على حسب شكل القرون بوصفها وبكتبها في شهادة الحيوان. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف ازاي نعمل identification for sheep. عندي قطيع اغنام وعايز اعمل له برضو تعريف او اعمل identification للاغنام عندي. الحقيقة الاغنام في طريقة للcollective identification زي ما ذكرنا في مقدمة الidentification، ان انا اجي لمجموعة الحيوانات وفي سبراير بتتباع لكل لون على حسب ما انت عايز تعلم الحيوان باي لون، فباجي اعمل على الفليس بتاع الانيمال او على الجزه بتاعه الصوف واجي اعمل سبرينج تو سبيشال كلرز على جسم الحيوان، ودي للاسف العيب بتاعها ان هي نوت مينتيند فور لونج تايم. دي يعني مجرد ان انا اجي اعمل شيرنج او ينزل شويه مطره على الحيوانات بتبدا الصبغه دي تبدا تختفي من على جسم الحيوان ويحصل لها ماسكينج. ده كولكتيف ايدنتيفيكيشن. ممكن في بعض الاحيان عايزين يميزوا الحيوان يعملوا له نوتشز، يجي على ودن الحيوان في الصغر ويقوم قاطع حته من ودن الحيوان كنوتش، ودي تبقى ميزه للحيوان ومميزه للحيوان، ولكن طبعا بتعمل بليمش وتشوه لمنظر الحيوان زي ما احنا شايفين كده، وبتعمل ديستروينج للودن بتاعت الحيوان، ولكنها طريقه من طرق الايه؟ اللامب اير نوتش. لو عايزين مع بعض نعمل individual identification فلازم تدي للحيوان نمبر. النمبر بتاع الحيوان ممكن يكون عن طريق التاتوينج، ان احنا نجيب التاتوينج ماشين ونعمل تاتوينج على الانر اسبكت اوف اير او الجام اوف ذا انيمال، وممكن نعمل الاير تاج نفس الطريقه بتاعه الايه بتاعه الكاو اير تاج ونركبها في ودن الحيوان، وممكن نعمل فايرنج على الهورنز لو الحيوان ده الغنمه دي لها قرون او الخروف ده له قرون نعمل فايرنج بالنمبر بتاع الانيمال على القرون، وممكن نعمل نمبرنج تو ذا انيمال بودي باي سبراي، اجيب سبراي وارش على ايه على جسم الحيوان الايه النمبر بتاعه. ده عندنا التاتوينج، ده التاتوينج، ده عندنا الاير تاجنج، ده عندنا الفايرنج للهو الهورن ان انا بكوي الهورن بالنمبر، وده ممكن الانديفيدوال نمبرنج اوف ذا انيمال باي بينت، ده كلرنج ماتيريال واكتب بيه رقم الحيوان، كل حيوان رقمه على جسمه ببينت، وده برضك نفس العيب بتاع الكولكتيف ماركينج ان الرقم ده ممكن مع جز الصوف بيختفي او مع نمو الصوف بيبدا يبهت او بسكوت الماء عليه احيانا بيبدا يبهت اللون. تعمل ايدنتيفيكيشن للبولتري، وده في على مستوى المزارع ما حدش بيعمل ايدنتيفيكيشن، ولكن على مستوى الريسيرشز وعلى مستوى الابحاث بنحاول نعمل ايدنتيفيكيشن لبعض الانديفيدوالز اللي بنعمل لهم ابزرفيشن. طيب تعالوا كده بيعملوا ازاي ايدنتيفيكيشن للبولتري. عندنا الوينج تاج، الوينج تاج، الوينج تاج بتكون من الالومنيوم زي ما احنا شايفين كده، بنركبها عند 1 day old chicks وبتركب في قلب الوينج بتاع الحيوان في بحيث ان تكون على الابر اي مارجن اوف ذا وينج في الوينج فلاب. الوينج فلاب بشد الوينج كده واجي على جلده الوينج واقوم عامل بيها برفريشن بالشارب بارت اوف ذا وينج تاج، واقوم جاي مركب الايه تو بارتس في بعض كده عاشق ومعشوق، وبيكون عليها النمبر اوف ذا انيمال، ده رقم 42، في رقم 1 رقم 2 وهكذا، ورقم الحيوانات اهو زي ما احنا شايفين ده رقم 1، ده اسمها الوينج تاج وبركبها في الوينج. في ليج باند، ليج باند ده عباره عن شريطه اهي وليها الوان وديفرنت كلر، وبتستخدم كمان في الادلت بيرنس عادي خالص في اي عمر اجيبها واقوم مركبها على رجل الحيوان بالنمبر بتاعها، وبيستخدموها على فكره كنوع من انواع الديكوريشن في الجيم بيرز، الطيور بتاعه الجيم بتاعه السباقات زي سباق الديوك وسباقات الطيور، وبعض طيور الزينه اللي بتستخدم ايه في للبليجر وفور فان للتربيه بيركبوا لها بعض الديكوريشن زي الايه زي الليج باند. انما على مستوى الريسيرشز برضو بنركب الايه الليج باند كنمبرنج للانيمال، استخدمه عشان اراقب الحيوان واعرف رقمه على مسار التجربه بتاعتنا. لو انا هعمل برضو ايدنتيفيكيشن للرابت،
عندي ارانب وعايز اعمل لها ايدنتيفيكيشن، عايز ارقم الميلز مثلا، عايز ارقم ارنب بستخدمه في التلقيح عندي، عايز ارقم مجموعه من الامهات او ارقم من مجموعه من ارانب التسمين عشان بعمل عليهم تجربه او عايز اعلمهم داخل القطيع. اول حاجه ممكن نستخدم التاتوينج، نستخدم الايه التاتوينج، وده بيكون على الانر اسبيكت اوف اير اوف سيرابيت. وعلى فكره بنستخدم هنا ممكن ما يكونش عندي تاتوينج ماشين، احيانا بنستخدم النمبرنج اوف ذا انيمال ببيرمنت بن، بجيب بيرمننت انك بن اللي هو قلم البيرمننت واكتب على الودن من الداخل، وكل فتره اجدد الايه النمبر بتاع الانيمال عشان ما يتمسحش. ده طريقه من طرق الايه تراديشنال وبيستخدموها للنمبرنج اوف ذا انيمال. الطريقه الثانيه الاير تاج، في عندنا اير تاج سبيشال للارانب بتبقى خفيفه شويه ومدوره وشكلها ايه برضو ايه جمالي للحيوان، بركبها في بتعمل برفريشن لودن الارنب ونركبها في بعض وتكون بتحمل رقم للحيوان. واخيرا في عندنا الليج باند بتبقى الومنيوم نفس الوينج باند بتاعت البولتري، اقدر استخدمها ليج باند في الرابت واركبها على رجل الحيوان وتكون فيها الرقم بتاع الحيوان واقدر ان انا اعمل له ايدنتيفيكيشن بيها. اخيرا الايدنتيفيكيشن اوف دوجز اند كاتس، عايز اعمل ايدنتيفيكيشن للدوجز اند كات، وعندنا دلوقتي البيت شوبس لما نروح محلات الاكسسوارز بتاعه القطط والكلاب نلاقي ما لذ وطاب من طرق الايدنتيفيكيشن والديكوريشن للدوجز والكاتس. اشهرها عندنا في الكولرز وفي بعض الفري اللي هي الاطواق الطوق بتاع البيت انيمال، وده اشهرها وعملي جدا، ممكن اجيبه واركب عليه رقم وفي رقبه الحيوان وخلاص، وده سهل جدا. وفي حاجات تانية ادفانسد ممكن يعملوا تاتوينج، تاتوينج على الانر اسبيكت اوف اير فور ذا انيمال، ممكن حديثا بيركبوا المايكروشيبس. المايكروشيبس دي في كلاب الحراسه لما بتكون باعداد كبيره وعايزين يعملوا دوكيومنتيشن وايدنتيفيكيشن ايديا للكلاب بيركبوا مايكروشيبس، بيركبوا شريحه صغيره كده بيكون عليها كود للانيمال بتتركب تحت جلد الرقبه وتفضل موجوده، وعايز تتعرف على كل تفاصيل الحيوان ده بالباركود ليدر وتقرا لك المايكروشيبس. ده عباره عن طريقه حديثه للايدنتيفيكيشن للبيتس. في عندنا الاير تيبس اور اير نوتشز، ودي برضو بتعمل بلمش وبتشوه منظر الحيوان فبنبعد عنها شويه. في عندنا الفريز براندنج، لو عايز تعمل الكيريو براندنج او استخدام الفريز براندنج نفس فكره الكاتل والهورس ممكن تستخدم برضو في البيتس. في عندنا الايدنتيفيكيشن كولر اللي قلنا عليها، في الاير تاجز ممكن تركب في الاير، وفي عندنا بعض الدايز وبعض البينز. طبعا اصحاب البيتس واصحاب القطط والكلاب بيحاول بقدر الامكان يختار طريقه للايدنتيفيكيشن ويتعرف بيها على الحيوان بتاعه بدون ما ياثر على المنظر الجمالي بتاع الحيوان. ودي بعض الحاجات، ده شيلتر للبيت انيمالز وعايزين يعملوا ايدنتيفيكيشنز للانيمالز، الحيوانات متخدره فقبل ما تفوق الحيوانات جايب بيرمننت انك وبيكتب على الانر اسبيكت اوف اير، دي قطه اهي وعاملين لها تاتوينج على الانر اسبيكت اوف اير. ممكن عندنا هنا قطه اهي وعاملين نوتش، عاملين اير نوتش. في بعض الكولرز زي ما احنا شايفين كده، كولر ممكن يركب فيه نمبر للكات او كولر يركب فيه اسم او نمبر للدوج بتاعي، وبكده اكون عملت ايدنتيفيكيشن للدوجز والكاتس. بمعرفتنا للايدنتيفيكيشن في الدوجز اند كاتس نكون كده انتهينا تماما من الجزء بتاع الايدنتيفيكيشنز اوف انيمالز، خدنا الايدنتيفيكيشن فور هورسز، الايدنتيفيكيشن فور كاتل، ايدنتيفيكيشن فور شيب، ايدنتيفيكيشن فور بولتري، ايدنتيفيكيشن فور رابت، اند ايدنتيفيكيشن فور دوجز اند كاتس. هيا بشكركم شكرا جزيلا، وارجو يكون جزء الايدنتيفيكيشن جزء ممتع ويفيدكم ان شاء الله رب العالمين، وانتظرونا باذن الله في فيديوهات اخرى في مجال الانيمال مانجمنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.